أيها المباركون، كان من تمام عناية نبينا صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في هذه العشر الأواخر سنة الاعتكاف. وقد مضى بكم حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه اعتكف العشر الأول ثم الأوسط، ثم لما أخبر أنها في العشر الأواخر انتقل إليها، ثم لم يزل اعتكافه في العشر الأواخر من رمضان. اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. الاعتكاف هو لأجل التفرغ لهذا الأمر العظيم. اعتكاف يعني اعتزال للمجتمع، يعني وقتا مستقطعا من الحياة، يعني إقبالا على الله وإدبارا عن الدنيا بكل شواغلها وملهياتها وصوارفها، يعني التفرغ التام لأمر عظيم، يعني تخصيص وقت تكون فيه النفس بين انطراح ومصارحة وإقبال ودعاء، بين قراءة قرآن وقيام ليل. المعتكف يتهيأ له ما لا يتهيأ لغيره، وتجتمع له أمهات العبادات، ويحفظ على نفسه وقته وجوارحه، سمعه وبصره ولسانه أكثر من غيره. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الإمام الزهري رحمة الله عليه: عجبا لأمر المسلمين، تركوا الاعتكاف ونبيها صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ أن قدم المدينة، يعني بعد فرض صيام رمضان. أما إن الآونة المعاصرة التي نشهدها في ظل هذا الوباء، نسأل الله عز وجل أن يحمينا وإياكم منه، وأن يكفينا شره، وأن يرفعه عن البلاد والعباد. كانت التوجيهات الاحترازية والإجراءات في كثير من بلاد الإسلام ومنها بلاد الحرمين بتعليق الاعتكاف وعدم إقامته في المساجد هذا العام احترازا وأخذا بالأسباب، تقليلا لتجمعات الناس وإثارا للسلامة وتقديما لحفظ النفوس في ظل هذه الجائحة المهلكة، حمانا الله وإياكم من شرها. ومع ذلك فلا تظنوا يا كرام أيها المسابقون للخيرات أنه إن لم يتحقق الاعتكاف في المساجد ضاعت الفرصة، أبدا. فلا تزال بيوتنا بين أيدينا وحجرنا أكثر خصوصية، ولعلها أيضا بملازمة البيوت ولزوم المحاريب في بيوتنا والتوجه إلى القبلة على سجادة الصلاة في حجراتنا، لعلها أكثر إخلاصا وأبعد عن الرياء وعن رؤية الناس ومشاهدتهم.